ادي البغاشه بتاعتنا بتقول ايه يا رغده؟ معانا كوبايه دقيق، بسم الله، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وبيضايه، ورشه من الفانيليا، ورشه من الملح، وزيت طبعا عشان نقلي فيه. ومعانا كمان هنزين يا اما سيرب خفيف يا اما سكر بودر. المقادير سهله جدا وبسيطه، كل اللي انا محتاجاه زي ما انتم شايفين كوبايه من الدقيق وبيكنج باودر وبيضايه ورشه فانيليا. هنعجن ده كله مع بعض، دي البيضايه مع الفانيليا. بقلب كده كله، البيضايه مع الفانيليا بالشكل ده، واروح نازله بالدقيق. هتلاحظوا ان انا ما نزلتش الكوبايه كلها، وادي البيكنج باودر، واعجن كده. عايزه العجينه تلم اهي، بصوا، عشان كثافه الدقيق بتبقى غير التانيه. بصوا كده عشان تعرفوا انا ما حطيتش كميه الدقيق كلها. ببدا ان انا اعجن كده. طيب نونا، هو انا لو حطيت كميه الدقيق كلها وبدات ان هي ما لمتش معايا عجينه اعمل ايه؟ ما فيش اي حاجه خالص، ممكن ان انت تروحي جايبه شويه ميه صغيرين زي ما انا هعمل دلوقتي. بصوا كده زي عجينه الطرط، عارفين عجينه الطرط لما بنبدا ان احنا نعجنها ونلاقي ان هي بدات تبقى مفروله كده وعايزين شويه ميه، بس ما نحطهاش سخنه، لا اهو بصوا يا دوب بس ندينا العجينه اهي، ندينا العجينه. يعني ايه نديناها؟ يعني خليناها مندين اهي. بصوا لمت خالص ازاي، بتعجنيها كويس كده اهي، ما بتاخدش وقت خالص. ممكن تسيبيها، بصوا عشان فيها تلزيقه، بنروح عاملين ايه؟ فين اللي كانت في ايديا؟ اهم حاجه تتعجن كويس علشان تديكي النتيجه اللي احنا عايزينها. بتسيبيها تريح في التلاجه، وبعد كده حوالي 10 دقائق مش كتير، وبعد كده بتروحي حاطه رشه دقيق على الرخامه وتبداي تفرديها بالمردانه او بالنشابه، وتبداي ان انت تقطعيها زي ما انت عايزه. بصوا لسه مقطعه، يعني ايه مقطعه؟ يعني ما اتخدمتش عجين، ما اتخدمتش عجين. بتفضلي تعجيني فيها شويه، رشه بسيطه كده، وتسيبيها تريح معاكي. زي ما انتم شايفين كده البغاشه عملناها اهي، ادي العجينه بتاعتنا. ببدا ان انا افردها، بالشكل ده كده. نعم عيني، ببدا ان انا افرد كده مع رشه دقيق. السمك ما يبقاش كبير، يبقى متوسط، ولا هي رقيقه جدا ولا هي تخينه، بالشكل ده. بص المنظر معانا، شايفين عامله ازاي؟ بنقلبها كده زي ما بنعمل الزلابية عشان تبقى كلها لون واحد. دي العجينه اللي احنا لسه عاملينها مع بعض. بص يا احمد، شايفين المنظر عامل ازاي؟ بنبدا نقطعها شرايط كده. دي العجنه اللي احنا لسه عاجنينها وقطعتها قدامكم اهي، بتبداوا ان انتوا تنزلوها، بتبدا ان هي تنفش معانا بالشكل ده كده. محضرين السكر البودر ومحضرين السيرب الخفيف بالشكل ده. ثانيه واحده، بصوا كده، بسم الله. طبعا ده احنا عاملينه قبل الهوا. تسلم ايديكوا يا شباب، اللي انا عملتها قدامكم دلوقتي، عجنتها قدامكم وعملتها قطعتها، بصوا منظرها اهي. تتعجن العجنه كويس عشان تطلع معانا تمام وزي الفل. تعالوا كده نحط تقديم بقى،
بالشكل ده كده. يلا يا احمد معايا، بصوا كده، عايزه تغطسيها في السيرب وتطلعيها زي ما انت عايزه، عايزه تقدمي حبه سكر بودره وحبه بالعسل كده زي ما انت عايزه بالشكل ده كده.